أهلا بكم مجددا على قناة Physical Concepts. في هذه الحلقة سوف نتكلم على كيفية حساب الاكتيفيشن انرجي أو ما نسميه بطاقة التنشيط، سواء للمواد العازلة أو شبه الموصلة، وذلك من خلال قياسات الدي سي conductivity مع تغير التمبريتشر. هنا مقدمة بسيطة، طبعا وجد من خلال التجربة أن قيمة الريسيستانس أو المقاومة لأي مادة تتناسب طرديا مع طول المادة وعكسيا مع المقطع العرضي للمادة، ثابت التناسب، هذا ما نسميه بالريسيستيفيتي أو المقاومة النوعية. لكل مادة مقاومة نوعية خاصة بها، هذا يعتمد على نوع المادة المستخدمة. لو أتينا إلى الريسيستيفيتي أو المقاومة النوعية وأردنا حسابها، هتساوي قيمة الريسيستانس في مساحة المقطع العرضي على اللينث أو الطول بوحدات الأوم في متر. المصطلح المهم الذي يهمنا اليوم هو الكوندكتيفيتي. طبعا الكوندكتيفيتي هذه خاصية لكل المواد والتي بتعبر على مدى قدرة المادة للسماح لحاملات الشحنة بالانتقال خلال المادة، وبتقاس بواحد على الريسيستيفيتي وبوحدات سيمنس لكل متر. طبعا السيمنس هذه هي الأوم ماينس 1. في هذا الرسم بيشرح تغير الكوندكتيفيتي مع التمبريتشر للمواد المختلفة، فنلاحظ في حالة الفلزات أن الكوندكتيفيتي بتقل مع زيادة درجة الحرارة، لكن في حالة السيمي كوندكتور والإنسيليتور نلاحظ أن الكوندكتيفيتي بتزيد بشكل أسي مع زيادة درجة الحرارة طبقا لهذه المعادلة. هذه المعادلة التي تحكم الكوندكتيفيتي لأشباه الموصلات والعوازل. من خلال هذه المعادلة نستطيع حساب الاكتيفيشن انرجي الذي هي دلتا اي من خلال هذه المعادلة. إذن هنا الاكتيفيشن انرجي أو ما نسميه بطاقة التنشيط بيرمز لها بالرمز دلتا اي، ومن خلال إدخال اللوغاريتم على طرفي المعادلة حتتحول المعادلة إلى هذه الصورة. حنقوم برسم اللوغاريتم للكوندكتيفيتي على محور Y ومقلوب التمبريتشر على محور X، حنحصل على هذا البيهيفير، ومن خلال هذا البيهيفير الخطي حنقوم بإيجاد الأسلوب، وذلك باستخدام برنامج الأورجين كما سيأتي. ومن ثم حنضرب الأسلوب في قيمة بولتزمان كونستانت، هذه هي قيمة بولتزمان. حنأتي إلى مثال عملي لهذه الحسابات. طبعا هذه ورقة الإكسل مصممة للحسابات من هذا النوع، وذلك الحساب الاكتيفيشن انرجي. نلاحظ هنا عندنا عدة متغيرات. المتغيرات الذي حقوم بقياسهم من خلال التجربة هو الريسيستانس مع تغير درجة الحرارة. نلاحظ هنا في هذا العمود قيمة الريسيستانس للمادة وهذه درجة الحرارة. كلما زادت درجة الحرارة كلما قلت قيمة الريسيستانس. بالنسبة للثوابت الأخرى التي حنحتاجها عند تطبيق المعادلة، حنقوم بقياس قيمة الثيكنس للعينة والذي حرمز له بالرمز دي، ونضع قيمة الدي في هذه الخانة، وعندي نصف قطر الإلكترود الموجود على العينة أو الذي أقوم بقياس العينة من خلاله ورمزه هنا R، ومن ثم أقوم بتوفير المتغيرات في المعادلة والتي هي الألف على تي على محور X. طبعا هذه المعادلة لحساب الألف على تي، عندي ألف حقسمها على قيمة التمبريتشر زائد 273 من أجل تحويل قيمة التمبريتشر إلى الكلفن. أما اللوغاريتم للكوندكتيفيتي حيقاس من خلال معادلة الكوندكتيفيتي. طبعا الكوندكتيفيتي مثل ما قلنا واحد على الريسيستيفيتي، فحيكون اللوغاريتم هنا خارج الأقواس.
بنعمل واحد على قيمة الريسيستيفيتي. قيمة الريسيستيفيتي هتساوي قيمة الريسيستانس أو المقاومة والتي هي في هذا في هذه الخلية عند سي 10، قيمتها هنا سي 10، مع مساحة المقطع العرضي للعينة. وإذا كانت العينة على شكل دائري حيكون مساحة المقطع العرضي باي آر تربيع، الباي قيمتها 3.14، وقيمة الآر تربيع سأخذها من هذه الخانة التي بتمثل لي دي 5، فعندي هنا دي 5، طبعا الآر تربيع أس 2 حيكون مقسوما على مقسوما على الثيكنس للعينة. الثيكنس للعينة موجود في هذه الخانة الذي بيمثل لي دي 6، هيكون دي 6 هنا. بهذه المعادلة استطعت الحصول على قيمة اللوغاريتم للكوندكتيفيتي. إذا بعد إيجاد هذه الأعمدة أقوم برسم هذين العمودين بواسطة برنامج الأورجن. هروح إلى برنامج الأورجن، أقوم بلصق الداتا هنا في ملف جديد، أقوم بالتظليل ومن ثم رسم هذه الداتا. هذه الداتا ظهرت لي بهذا الشكل، هقوم بعمل فريم، هضغط على هذه الداتا بهذه الطريقة، هروح إلى قائمة أناليسز ومن ثم فيتنج لينير فيت أوبن دايلوج، ومن ثم هتظهر لي هذه النافذة، أضغط على أوكي. إذن هضغط هنا نو، هيعطيني في هذا الملخص قيمة الأسلوب. الأسلوب 4.43 سالب طبعا. أقوم بأخذ قيمة الأسلوب وأضعها في هذه الخانة 4.43، هيعطيني قيمة الاكتيفيشن انرجي، وذلك بضرب قيمة الأسلوب والذي بتمثل لي الخانة هنا دي 3 في ثابت بولتزمان في معامل اللوغاريتم 2.303 في 1000 الذي هو معامل التحويل. وبهذه الصورة استطعت الحصول على قيمة الاكتيفيشن انرجي. أتمنى أن يفيدكم هذا الفيديو في حسابات القياسات الكهربائية لديكم. ألقاكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله، تابعونا، السلام عليكم.